ايه هذا ضروري داك اللي كيحيد هذا كبير في العمر. في الاول هذا كيجيك صعيب صراحه، توليني اون فوا غادي تولفو فصافي يجيك ساهل. راسي تعاود ثاني مزوز انا. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الفيديو هذا غادي نزرب عليكم شويه، حيت طويله غادي تكون فيه تقريبا 10 دقائق. كيف العاده ما تنساوش لايك سبسكرايب. المهم اليوم جبنا لكم افضل حلاقين في العالم، قصه غريبه ومذهله. المهم نبداو لكم في الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنا كيلوح شي لعيبات، يعني كيعطوه في الاخر هاد الماسك هذا. عرفت راسي زربت عليكم، انا ماشي مشكل. ها هو داك الماسك كيف ما لاحو، حيت طويلة الفيديو غادي يكون طويل شوية، ماشي مشكل. سير عواك داك الماسك، يعني اللي كان كيقاد قبيلات كوبيرات اخينا. ها هو كيف ما كتشوفو، يعني داكشي مطراسي. هدا راه غير كلب كيحسنو ليه، يعني نقول كيطلعو في الحيوان. تا هو كيعطيو واحد أهمية، هذاك اللي كيحسن شتو، يعني داك الشيء مقاد. سير كيتراسي ليه بهاديك هاديك الصباغة واقيلا، زعما باش يبان داك الشيء متراسي. الصباغة هاديك واقيلا هاديك صباغة اخرى، صباغة يعني لا داعية زعما لهاد الصباغة هادي باش تصبغ شعرك. داي شتو راه باينة الصباغة، شتو سنة زوينة ولكن الصباغة ايه هادو ضرو ضرو ما يدفيش. كل واحد هو، يعني كل واحد هو خلقه الله. انا شي بلايص غادي تشوفهم في الانسان، يعني ما يتسحب ليكش واش غادي ينوض فيهم الشعر، يعني كان يجي بحال حط سبينر فوق نيفو خدام الحلاق. اش كيدير هادا؟ صبغ بيه اللحية، دار ليه التيكاباج واقيلا، انا معرف يمين شمال. باش تولي حمراء. الشيطار كي واقيلا سير، هذا غيضرب لي واقيلا واحد ماكينة. هذا ما خدامش ليه داكشي ديال الطيب اخر ضربة واز زيرو ثاني ثانتا. سير يعني كيقادي داكشي مزيان، كاين شي حاجة ديال الدورة ولا تنكيش. ماكينة صغيرة تا هي ضروري. الحلاق عندنا هنا، هنا عندو جوج ماكينات، الا كنت الا دار معاك مزيان هادشي. كاينش ماكينه صغيره. سير مزيانه ورا اللحيه هي ايه. كيغسل لي اللحيه ديالو. سير كيغسل لي اللحيه ديالو، كتولي رطبه ما كتوليش قاسحه. حيت كاين بعض الناس عندهم اللحيه قاسحه، هو كيدير لها الششوار. دار كلب هذا، كلب هذا حيت في النظره الاولى غادي يشوفوا الناس شي حاجه اخرى ماشي كلب. سير يعني عادي مرخي. سير مرخي عندهم الكلب. واحد الشخص اخر كيضرب ليه ثاني ديغرادي. سير يعني كيحسن ليه، هذا شعرو واعر. سير مقص، يعني داز اللحية دابا
سي كيدير لي تاني داك الماسك، داك الماسك ديوش على داك الشي سير الماسك. واو كيدوز لي ديريكت بادي. كتحيد هذه الحبوب ولا شنو؟ اه كتحيد الحبوب. تا هذيك واخيلا كتحيد الحبوب. اه كتحيد الحبوب هذيك كتزرهم. هذي خاصك ديرها بزاف النيف. شنو النيف واش جبدو فيه؟ ويلي 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 النيف ديالو فيه 2 كيلو تاع الزبدة. انا راكيت هادو يعني دايره كيف حال الززوار كيديرها واحد صافي ما كنتش يديرها على اخر واقيلا. هي هادي هادي مرا هادي سير تا هي كديرها كديرها النيف تاني سير النيف هدا يا مقربينو. كيكونوا قاصحين هاد الحبوب هادو ديال النيف راه كيكونوا قاصحين. هذا شعرو كي كان شو كيردو شو كيغردو شوف سير كي الجناب سي راني فاش كيتعذب مع الحلقة فهاد يعني هاد الجناب هادو تاع الديكرادي تما فاش كيتعذب الحلقة. اما الفوق عادي المقص عادي. سي اه واش تو كيردو داكشي واعر شهادة كي ولا مزيان. ابداع شنو داك يدير داك الماسك على المهم داك اللي كيحيد هذا كبير في العمر هذا السيد هذا. ايه تقوليش غيديروا ليه في الداخل ديالو دني اوه يعني هذا مولف واخا هكا يخليه واحد المدة عاد كيحيد. سي فوالا مزيان يخليه واحد المدة عاد كيحيدو ستونطاسيون صافي. سي واو مربي هادي باش تحيدها. واو بيع باقي لا الشعار ولا شنو بيرد ليش رطبو بيرد ليش شعرو رطب ولا بحيد هادشي ها كينقص فيه دابا سير هادي لي شي حسنة كيبحال تاع القبيلات شي حسنة كيبحال ديال القبيلات سير يا هادشي اللي بقى ليكم صافي. داك اللي كيدير تاني سي الحياة هذا سي ديري اه بزاف بزاف اصاحبي غتصبر كاع على هادشي في الاول هذا كيجيك صعيب صراحة توليني اون فوا غادي تولفو اون فوا غادي تولفو صافي دغيا يجيك ساهل. هاد بالتجربة هذا كتقول يعني من بالتجربة هذا تاع كيقولها ليك بنات كيقول لك فاش كديرو اول مرة كيجيك صعيب وليني مع المدة كتولفو كديرو كود عاد ديرو هاد الماسك هذا كديرو كود عاد ديرو الحلة يعني كيجيك عادي هي كتقصح شوية ماشي مشكل كيدوز داكشي شي هدا شعرك مزيان
اش يديروا لي دابا هذا؟ سي قيل تاني هنا نحبسوا الفيديو تاني هنا الخوت غادي نكونوا كنحبسوا الفيديو فاش كيسال الفيديو ديالنا. كنتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، ما تنسوش اللايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. قلت لكم غادي يكون فيديو شويه يعني كبير، ولكن ماشي مشكل، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم ما يوات كيف ما كان. ممتع فيديو جديد ان شاء الله.